السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله هقولكم عن أفضل وأنجح طريقة تنظفي بيها حوض الغسالة الأوتوماتيك والفوق أوتوماتيك. الطريقة دي اللي هقولكم عليها تنفع الغسالات الأوتوماتيك والفوق أوتوماتيك. هتنظفي بيها حوض الغسالة بتاعتك، كم مش تنظيف بس، هتحوش أي روائح كريهة من حوض الغسالة. للناس اللي بتقول إن الهدوم بعد ما بتغسلها بتطلع ريحتها مكمكمة أو فيها ريحة غريبة ومش حلوة، الطريقة دي هتمشي أي ريحة من الغسالة، بالعكس هدومك هتطلع ريحتها حلوة خالص خالص، حتى مش هتحتاج بعد كده دهون ولا أي معطرات. وكمان مش بس بتحش الروائح الكريهة للغسالة، بتخلي أداء الغسالة أفضل من الأول، هترجع تنظف معاكي كأنها جديدة بالظبط، لأنها بتحش أي ترسبات وأي تراكمات في الغسالة، فبالتالي غسالتك هتطلع عملها زي أول، زي كأنك لسه مشترياها. والطريقة تنفع الغسالات الأوتوماتيك والفوق أوتوماتيك، يعني الطريقة دي هتحش معاك أي روائح كريهة، هتغسل حوض بتاع الغسالة بتاعتك، أداء الغسالة هيرجع كأنها جديدة بالظبط. وكمان مش كده بس، مش هتحتاجي بعد كده تعملي دورة خل اللي بتتعمل كل 3 شهور دي، لأن دي لوحدها كفاية. وهي أقراص بيري بلاتونيوم، اللي هي دي هي عبارة عن أقراص بتستخدم غسالة الأطباق. هنا أهو ده شكل الكيس بتاع الأقراص فيري بلاتونيوم، أهو فيها أقراص كتير، ممكن تستخدم القرص كل شهرين، بجد هينظف الغسالة كويس خالص خالص معاكي، وخلي أدائها يعني بجد روعة. أنا واثقة إن شاء الله أنكم هتجربوا الطريقة دي، إن شاء الله هتدعولي. هم بس قبل انا ما اقولكم على الطريقه اللي هتستخدموها بيها، في حاجه لازم تعملوها كل فتره والتانية على الاقل كل 3 اسابيع، هي انكم تنظفوا الفلتر بتاع الغساله، سواء غساله الاوتوماتيك او فوق اوتوماتيك. الفلتر بتاع الغساله الفوق اوتوماتيك بيكون على الجنب، لكن الفلتر بتاع الغساله الاوتوماتيك بيكون من قدام. بصوا هذا مكان الفلتر بتاع الغساله الفوق اوتوماتيك، انا في غسالة الاوتوماتيك اللي في مصر الفلتر بتاعها من قدام، لكن الفوق اوتوماتيك الفلتر بتاعها من على الجنب، تفتحوه وتنظفوه. يلا بقى هقولكم على الطريقة. اولا زي ما قلت لكم قبل ما نحط الاقراص دي لازم ننظف الفلتر، انا نظفت الفلتر، بقولكم طرق تنظيف الفلتر في حلقة لوحديها. اهو نحط القرص كده ونقفل الغسالة عادي. اهو بعد ما حطينا القرص وقفلنا الغسالة، دلوقتي انا هشغل الغسالة عادي. هنختار هنا اعلى درجة حرارة وهي الهوت، اخترت الهوت لازم يكون اعلى درجة حرارة، وهنختار اعلى مستوى للمية. وبعد كده هتبقى دورة كاملة اللي هي دورة مجعد، لازم تبقى دورة غسيل كامل، بص 68 لفة اهي. وبعد كده نشغل الغسالة عادي ونسيبها. يبقى احنا نشغل الغسالة نختار اعلى درجة حرارة، نختار اعلى مستوى للمية، وبعد كده طبعا هنختار الدورة كاملة وهنشغل الغسالة ونسيبها وبس على كده.